ميلان، أتلانتا، الدوري الإيطالي، السيري أي، الجولة 36، وين مباراة كانت مثيرة، وين بين ميلان بين أتلانتا في غياب اللعاب المحرك الفريق وهو من جانب ميلان غياب بن ناصر، الغياب تاعو أثر اليوم على ميلان، نقولوا غياب تاعو أثر على ميلان، وشاهدنا هاكين اللي سجل الهدف اللي صالح ميلان في الدقيقة 14، شنا روسلان اللي ضيع هدف التعادل عن طريق ضربة جزاء، والتصدي كان قوي من جانب الحارس جونياجو اللي تصدى لهذه ضربة جزاء في الدقيقة 20، شاهدنا دوفان زاباتا اللي سجل هدف التعادل في الدقيقة 34، وكان شاهدنا هدف من كل نادي في الشوط الأول، الدقيقة 34، دقيقة التعادل في 34، الهدف الأول من جانب ميلان اللي سجلوا هاكين في الدقيقة 14، زاباتا في الدقيقة 34 وين عدل النتيجة. شاهدنا كيفاش كل مدرب ستيفانو اللي دخل بخطة 4-2-3-1، شاهدنا جيان بيرو اللي مدرب تاع أتلانتا اللي دخل بخطة 5-3-2، يعني شوف كيفاش تكتيكية مباراة اللي كانت تكتيكية ما بين مدربين من الوهلة الأولى. وشاهدنا كيفاش ميلان 49% نسبة استحواذ، أتلانتا 51% نسبة استحواذ. في التمريرات 286 تمريرة لأتلانتا، 259 تمريرة الميلان، يعني نقولوا بلي ميلان اليوم عانى في غياب المايسترو، المايسترو وهو بن ناصر، وين شنا كيفاش في الدفاع دافيد، شنا سيمون، شنا ماتيو، شنا ديغو، شنا فارناك كيسي، شنا لوكاس لي كاسيس هاكين مسجل الهدف في الدقيقة 14، أنتي، شنا زلاتان، شنا جينكوم، راديو، شنا سامويل، شنا رافيل ليون، يعني كانت نقولوا أتلانتا وين جوليني الحارس تاع أتلانتا اللي أنقذ المرمى تاعو من الشوط الأول، نقولوا الشوط الأول، شنا هانزي، شنا رافيل، شنا ماتيا، بيرات، شنا روبن، شنا مارتين، شنا ريمو، شنا ليخاندرو غوميز، شنا روسلان. يعني نقولوا بلي دوفان زاباتا المسجل الهدف التعادل في الدقيقة 34، شنا تيمونتي، شنا بوسكي، شنا ماريو، شنا لويس، يعني في التغييرات، حتى التغييرات وكانت تكتيكية ما بين المدربين، نقولوا بلي مدربين في زوج يعرفوا البطولة الإيطالية، في زوج نقولوا بلي اليوم أتلانتا ميلان وين قدموا مستوى كبير، نقولوا مستوى كبير، خاصة وين نروحوا للبطولة، كون نتكلموا على البطولة الإيطالية، وين البطولة الإيطالية بعد الاستئناف، شنا بمرور الوقت مباراة بعد مباراة مباراة بعد مباراة، وين شاهدنا كيفاش تحسن المستوى، الصعود في المستوى تدريجيا في مرحلة، شنا كيفاش منحنى تصاعدي وين أصبحوا المباريات قوية في البطولة السيري أي الإيطالية، رغم أن غياب الجمهور، لكن شنا كيفاش هذه الجولة 36 وين كانت قوية، 36 الجولة 36 ما بين ميلان وأتلانتا، مباراة كما نقولوا حنا تاع القمة، وين أتلانتا في المرتبة متقدمة، ميلان وين ضمن الأدوار الأوروبية، يعني نقولوا شاهدنا كيفاش انتهت المباراة ما بين ميلان وأتلانتا في الدور الإيطالي السيري أي، صحيتو.